فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. شكرا جزيلا لك زميلي عبد العزيز النصر، والشكر ايضا موصول لضيوفك الاعزاء ولكل الساده المحترمين المشاهدين معنا لحفل افتتاح والمباراه الافتتاحيه ليورو 2020 في سنه 2021. مساكم سعيد مشاهدي الافاضل، مرحبا اهلا وسهلا اينما كنتم، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب الاولمبيكو في افتتاح يورو 2020 بتشكيله ايطاليا. لاتزوري اليوم بالابيض، لاتزوري الذي سبق له وان فاز باللقب وسبق له ان واجه تركيا كذلك في مباراه افتتاحيه في نهائيات اليورو. تركيا التي تشكل اصغر معدل في سن اللاعبين في هذه البطوله، في حضور 18,000 متفرج في مدرجات ملعب الأولمبيكو. إيطاليا محظوظة لأنها ستلعب كل مبارياتها الثلاثة الافتتاحية في الأولمبيكو في صيغة جديدة، في بطولة مختلفة عن سابقاتها لأنها تجري في 11 مدينة 11 ملعبا. من بيراردي ورائعة، الكرة خطيرة، أول كرة في اتجاه بيراردي الحكم بينما هذا اللاعب يوسف يازيجي، معروفة عائلة يازيجي. من برناردي، أوه التغطية أخرى، البحث عن جيرو إيموبيلي وخروج موفق. أيضا يلعب مباراة على خط التماس شينو الجونيش. مباراة هذا هو يوسف يازيجي 24 سنة وكذلك يلماز، راح يلماز، يلماز لوكاتيلي مرة ثانية، الكرة في العمق باليسرى، البحث عن جيرو إيموبيلي يرسلها بعيدة من أمام بيراردي. فلورينزي بالرأس، الحكم يصفر ضده خطأ لصالح المنتخب. أمام كارامانس، بيناتولا يمر ويوزع كورة والدفاع باريلا، تسديدة دفاع باليوسرى ممتازة، رجعت له كرة جول، الكرة خطيرة، با 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 رائعة. أول كرة صعبة وأول لقطة وأول لعبة، يا سلام، لورينزو إنسيني يخوض وهات، لعبة ثنائية ولا أروع. هل استند على بيراردي؟ هاي الكرة الأولى لم تكن متعمدة حتى ولم لمست يده، هاي اللعبة كلمات المعاكسة. بونوتشي ولكن بعيدة. كنت أقول بأن الإيطاليين يدركون حجم خطورة الأتراك في الهجمات المعاكسة. الكرة، الكرة مرة ثانية والتوزيع والدفاع يتدخل. كاتيلي وسبيناتولا مرفوعة بشكل رائع، با 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 رائعة. كيليني بالرأس والروعة كانت من شاكر. يا سلام، سبيناتولا فضل يبقى هنالك، حاولت المرور والحكم خذ، تروح مباشرة فوق المرمى، مرت سلامات هذه التسديدة، وهذه الحكم لم يقل شيئا، في احتكاك واصطدام بين الاثنين، بين باريلا وبين كذلك المهاجم يوسف يازيج. طبعا الجماهير الإيطالية تحتج والتركية هنالك ناحية باريلا، باريلا والتسديدة بعيدة. مرة ثانية هيلة في العمق هنالك لباريلا على الجهة اليمنى، كرة خطيرة، إنسيني يا بابا خطيرة، إنسيني عرضية، دفاع بيراردي، با 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 جيرو إيموبيلي، والكرة مرت سلامات، بيراردي وإيموبيلي والكرة مرت سلامات. 20 هدفا في الدوري سجلهم جيرو إيموبيلي هذا العام في الدوري الإيطالي. يو 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 يلماز، 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 با با خطيرة، أوه كيليني وسبيناتولا يلعب بينية، إنسيني، أوه بيراردي، با 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 خطيرة مع لوكاتيلي، لوكاتيلي القائم الثاني، والتقل يطلبها فلورنزي، فلورنزي والتوزيع بعيدة بعيدة يا كل شيء، بيناتولا يبتع كرة في القائمة الثانية خطيرة، وباريلا راح يلماز، راح يلماز، راح يلماز، 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 با 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 إيموبيلي، 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 كوراتشينو إيموبيلي، سبيناتولا، 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 خطيرة، خطيرة. المرة الثانية إنسيني، الدفاع يصد ويخرجها بصعوبة، دفاع المنتخب التركي تسترجع مرة ثانية، جورجينيو استرجعها، جورجينيو إذا يحاول يدخل من الوسط الأولى، الانطلاقة الأولى عن طريق اللاعب دي لورينزو، تمكن من هذه الكرة ويخليها تروح مباشرة في الوسط، الكرة البعيدة من فاريلا، إندروي وجوف، إندر، إندر، إندر روما خطيرة عن طريق العبيراتي، بابا خطيرة، جول خطيرة، جول دومينيكو بيراردي،
الهدف الأول بنيران صديقة سجله من هنالك المدافع ديميرال. يلعب في يوفنتوس، استلم كرة من لاعب ساسولو، ضربت في صدره أو في يده ودخلت جول. شوف لما فجأوا المساحات عناصر المنتخب الإيطالي، الفراغات هكذا. باريلا في اتجاه بيراردي على الجهة اليمنى، بيراردي الخطير راوغ. أوي يا 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 إيميري يا ديميرال، الهدف الأول للطليان. 1-0 صارت النتيجة، بيراردي يضربها بميرال، والجول الأول لعناصر المنتخب. قدم راح كليني، لوكاتيلي لوكاتيلي لوكاتيلي. ما هذه الانتفاضة الإيطالية في هذه اللحظة. إنسيني وكليني رجعته بيراردي. بيراردي خلاها للورينزو إنسيني. صار دقيقة لعب ويدخل كان أيها إسبينازولا. أولالا وقال سبيناتزولا وجيرو إيموبيلي وقول للمنتخب الإيطالي عند الدقيقة 21. الهدف 14 لجيرو إيموبيلي. الضغط يولد الانفجار على الأتراك من الطليان، يفعلها جيرو إيموبيلي ويسجل هدف ثاني للمنتخب الإيطالي عند الدقيقة 21. السلام على جيرو إيموبيلي المتموقع في المكان المناسب. نعم شوف الضغط وشوف اللعبة. باريلا في اتجاه المهاجم بيراردي في القائمة الثانية. سبيناتزولا استلم سددها ورجعت ووجدت أمامها المهاجم جيرو إيموبيلي مسجلا الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي. 2-0 لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح يورو 2020 في سنة 2021 في 11 من شهر يونيو. يا له من افتتاح بالنسبة للطليان بحفل. كذلك لورينزو إنسيني والدفاع يتدخل. سبيناتزولا 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 ويندر فيها وخطيرة. جول خطيرة وإنسيني وجول بالثلاثة. إيطاليا تضرب تركيا اليوم. لورينزو إنسيني يسجل الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي. السلام انتهى الأمر وقضي الأمر وانتهت المباراة قبل أوانها. 3-0 لمنتخب إيطاليا أمام تركيا. لورينزو إنسيني يسجل هدفه التاسع في 42 مباراة في مع المنتخب الإيطالي. لعبة ثلاثية رائعة جدا بالنسبة للإيطاليين قبل أن تصل للورينزو إنسيني. هاول الكرة والخطأ من قبل الحارس شاكير. الكرة من جيرو إيموبيلي والتمريرة للورينزو إنسيني. 1-2-3-4 منذ استرجعت هنا هذه الكرة من قبل اللاعب بيراردي. لعبها لباريلا، باريلا لإيموبيلي، إيموبيلي لإنسيني، إنسيني يسجل الثالث. 3-0. ديباي يجند الرد على عرض برشلونة. كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة عن تطور جديد بشأن مستقبل الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال الموسم المقبل. وينتهي عقد ديباي مع ليون هذا الشهر، وقرر اللاعب الهولندي عدم التجديد والانتقال مجانا إلى نادي آخر. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ديباي لم يمنح برشلونة رده النهائي على العرض الكتالوني، وأشارت إلى أن ديباي رفض العروض الأخرى التي حصل عليها باستثناء ممفيس الذي لا يزال يضغط من أجل الصفقة. وأوضحت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب برشلونة لا يزال على اتصال دائم مع ديباي والمحيطين به، وهذا الأمر قد يلعب دورا هاما في حسم قرار اللاعب. وذكرت أن ديباي لم يحسم مستقبله بعد، لكن هناك تفاؤل وهدوء في برشلونة لأن محادثات النادي مع مثل اللاعب لا تجعل الأخير يختار وجهة أخرى. وقالت الصحيفة إن التعاقد مع ديباي يعد الصفقة الأكثر إلحاء في كامب نو، لكن النادي يواصل العمل بحذر، كما أن كومان على اطلاع دائم بكل شيء. وأضافت أن الفرق بين ديباي ومواطن بينالدوم الذي انتقل إلى سان جيرمان أن الأول جاء إلى برشلونة مع عائلته في 4 مايو بحثا عن منزل، أما لاعب ليفربول السابق لم يقترب لهذه الدرجة من التوقيع مع برشلونة.